يعد تاريخ 30 من يونيو إعادة اكتشاف لقوة الإنسان المصرية الذي انتفض لاجئاً لجيشه لإعادة الاستقرار والأمن. دوماً ارتبطت هيبة الدولة بأمنها واستقرارها، ومنذ عام 2013 وحتى الآن ظل الأمن والاستقرار اختيار الشعب المصري الأول، مؤكداً بوعيه أنه قادر على التصدي لأي أفكار ظلمية تعيد البلاد إلى الوراء. معادلة الأمن والاستقرار والحفاظ عليها ليست بالأمر الهين، فإذا فقد الوطن استقراره تحول على الفور إلى الفوضى والدمار. كيف تم الحفاظ على هذه المعادلة؟ هذا ما نناقشه مشاهدينا في تغطيتنا المتواصلة للذكرى 11 لثورة 30 من يونيو.